السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيكم بحلقة استثنائية راح أحكي فيها عن جالكسي بوتس وتجربتي الشخصية فيه. جالكسي بوتس من أفضل أنواع السماعات اللي استخدمتها، شحنة جدا ممتاز، صوتة للموسيقى جدا ممتاز، لكن فيها عيب واحد وهو الحكي في الأماكن العامة. الحكي في الأماكن العامة بيعطي نويز جدا جدا عالي للشخص اللي عم يسمعك. هاي أكتر مشكلة واجهتني بهاي السماعات، بس بهذا الفيديو رح أعطيكم أفضل حل توصلت له بعد تجربة 7 شهور. السماعات حساسيتها جدا جدا عالية وصوتهم ولا أروع من هيك، والأفضل من هيك فيهم الشحن تبعها بيطول 3 أيام بشكل جدا جميل. طيب إيش هو الحل اللي ممكن نعمله لحتى ناخد أفضل صوت لمكالمة خارجية؟ بالمكالمات الداخلية أكيد ما في أي كلام شيء عظيم. أفضل حل أنك تستخدم فقط سماعة واحدة، بس هذا هو الحل، تستخدم سماعة واحدة رح يكون عندك الصوت أفضل بكثير لما تستخدم سماعتين. أول شغلة بتخفف الحساسية تبع النويز وصوتك بيصير أوضح. هذا هو الحل بكل بساطة.